اليوم من خلال كما تشاهد هنا يعني آلاف الزوار، كذلك شركات ومختصين وجامعات وزارات، الكل يشارك هنا في ظل هذا الوقت الذي يشهد تحديات في هذا القطاع بخصوص الاستثمار وكذلك وجود أفضل الممارسات للمحافظة كذلك على البيئة وغيرها واستخدام التكنولوجيات الجديدة. إذا ما تحدثنا عن فيجرو وهذه الشركة والاستثمار في الروبوتات التي دخلت هذا المجال منذ وقت كبير، لو تحدثنا عن استخدامكم لهذه التكنولوجيا. نعم بالطبع، ما نقدمه هنا في هذا المعرض يركز على العمليات عن بعد، ففيجرو تحاول أن تنتقل إلى أتمتة العمليات لأسباب عديدة كما تفضلت بالذكر، فثمة مسائل مرتبطة بالاستدامة ونحن نعمل على ذلك هنا في المؤتمر، ونعمل على الحد من التأثير على البيئة بنسبة 85% بالنسبة للعمليات، وأيضا نحاول نقل العاملين و إبعادهم عن مكان العمل من أجل الحرص على سلامتهم. إذن هذه الأتمتة تسمح لنا بتطوير القطاع وتسمح لنا بتقديم هذه التكنولوجيات في هذا القطاع وعن طريق دمج اليد العاملة والشباب الذين يرغبون بدخول عالم التكنولوجيا والحرص على البيئة. وهذه التكنولوجيات الجديدة تغير طريقة قيامنا بالأعمال لكي نتمكن من القيام بهذه المهام ولكن بطريقة مختلفة. نعم، إلى أي مدى يعني استخدام هذه الروبوتات يعني يكون دقيق جدا وينجز الأعمال التي كانت موكلة إلى العنصر البشري من فنيين ومهندسين ومختصين في هذا المجال؟ النقطة الأساسية هنا هي أن العنصر البشري لا يزال محوريا في نجاح هذه العمليات، ولكن ما قمنا به هو أننا أسسنا بيئة تسمح للناس بالقيام بالعمل ولكن عن بعد ومن أمان مكاتبهم. التكنولوجيا التي قدمناها تسمح لنا بالذهاب إلى البر وأيضا إطلاق المعدات التي نحن بحاجة إليها من أجل المعلومات، ولكن يتم التحكم بهذه الآلات والمعدات عن بعد من قبل خبرائنا عن بعد من المكتب. واليوم كما قلت نحن نعمل ذلك